طبعا نحن بنرحب بقرار الولايات الأمريكية المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على بعض الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي بفرض هذه العقوبات. طبعا نحن لا ننسى الجرائم التي ارتكبتها هذه الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي بحق النساء والأطفال وخاصة في مدينة عفرين. طبعا لا ننسى المقاطع التي سربت للنساء والأطفال كيف تم التعذيب والتمثيل بجثثهم. طبعا يعني هذا جرم لا إنساني. طبعا بالآونة الأخيرة صدر قرار من الكونغرس الأمريكي بعقوبات على فصيلين هن العمشات والحمزات. نحن بحاجة بصراحة لهيك قرارات تكون حازمة ومشددة وخاصة من أمريكا من شان هالفصائل هي اللي فتكت بالناس وارتكبت أبشع الجرائم ولمت بصراحة. يعني اللي بتجيب السوريين هي اللي سرقته وهي اللي استغلته. يعني لحتى الآن السرقة والنهب على المناطق اللي عم سيطروا عليها لحتى الآن مستمرة. يعني إذا بيشوفوا بيجيب أي شخص 10 ليرات سوري ها مستعدين يشلحوا إياها أو يعملوا المستحيل مشان يشلحوا هالرزق اللي إلهم، مع العلم أنه ناس ببيوتها وبأملاكها وبأراضيها بس هن يجوا يشاركون بممتلكاتهم وبأراضيهم. حب بقرار الولايات المتحدة بفرض العقوبات على الفصائل الإرهابية التي تنتهك حقوق الأطفال بشكل عام والمجتمع، عقوبات بحق الجماعات أو الفصائل الإرهابية التي تنتهك حقوق المجتمع بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص. بما يتعلق بفرض العقوبات طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية على بعض الفصائل المعارضة في مناطق الشمال السوري مثل أحرار الشام أو الحمزات أو العمشات أو السلطان المراد، هذه العقوبات حقيقة عادلة 100%. جاءت العقوبات بسبب انتهاكات اللا أخلاقية واللا منطقية بحق السكان المحليين السوريين في عفرين وفي مناطق عزاز ومناطق جرابلس والمناطق التي سيطر عليها هذه الفصائل الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا حقيقة، التي تساعد هذه الفصائل تساعد الأتراك والعثمانيين الجدد على اغتصاب واحتلال الأراضي السورية.